حبيت شخص. طيب كل شيء سوا إلي يعني بحيث خلاني أحب أتعلق به. ماشي. أخذ لي ريدة من عندي وعيشني، يعني عيشني بجنة. حلو. بس بالأخير باعني، يعني راح نطب بهاي السنة مرتي الثانية. الثانية وباعني هو بشهرين، يعني عاف العشرة طويلة، جت واحدة بشهرين باعني. بس أنا عشت هالفترة عشتها مر، يعني ما أعرف النوم، ما أعرف اسم نوم شنو. لا تركض ورا بشر، بس قالها أحبك وعافت كش ورا ظهرها ركضت برا. حبيت أخذها بس اتصال، بس هي أصرت إنه تكون بالاستوديو وياي. شوفي رسل، أقول لك فد مسألة. نعم ندري إن هم يكذبون ووافقين 100% إن هم يخونون، ولكن مثل المخدرات ندري بي هي مؤذية ونهايتها الموت، وأكو من يتعاطى المخدرات، بس من يدي يترك المخدرات محتاجين فترة، فأنت محتاجة فترة يلا تنسين. تدرين بي خاين بس ما تدرين تنسي، النسيان صعب بس نعمة من الله سبحانه وتعالى. لابد إنه تنسين، ولابد القادم يكون أجمل عليك. نصيحتي الجميلة، الشخص لا يسلم كل شيء بيوم وليلة إلا ما يتأكد من الشخص المقابل شنو مشاعره تجاهنا. خاف لا يضحك علينا صح، بس لازم تكونين قوية. أنت امرأة، احنا نعرف الامرأة قوية. الكذب حبله قصير، وصدقيني عمره الكذب ما يدوم. إيش ما يطول الليل، الظلام، الحزن، الهم، ها ياكل أبي ناكل، يجينا الفجر، أي بمعنى السعادة النور. إن مع العسر عسر، شدة كسران ظهر، كسران خاطر يسر، رخاء سعادة أمل، شخص غير حياتنا. لابد إنه يجاد الشخص، بس شو وقت الله أعلم. بس النصيحة لكل بنت، لا تستسلمين من تجربة فاشلة، لنعلمي القادم ما يكون سهل إذا ما رحنا نجرح.